المقابله كانت صعبه علينا حنا يا شباب محمد يضمن البقاء ديالو مبكرا. حنا كانت خاصنا واحد ثلاثه نقاط باش 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 نضمنوا حنا البقاء. شنو الضغط كان 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 علينا حنايا بالخصوص المقابله في الميدان ديالنا. الحمد لله اللاعبين طبقوا جميع التعليمات، اكبر عدد ديال التعليمات اللي كانت تعطات من سي زكريا عبوب. اللاعبين توفقوا، كنشكرهم على الروح القتاليه ديالهم والحمد لله على هذه النتيجه. المقابله غتكون صعيبه ولكن ماشي 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 بحال المقابله ديال شباب محمديه. حنايا دابا محصلين على 34 نقطه، كنظن بان ضمننا البقاء بشكل مبكر. مرتاحين شويه ماشي بحال المقابله ديال شباب المحمديه. غتكون مقابله صعبه، مقابله ديال الديربي. فريق يوسفيه شبرسيد كان قصانا من المقابله ديال كاس العرش. تنظن بان ان شاء الله غتكون مقابله غدوز في اجواء حماسيه وبكل روح رياضيه اللي يستحق الفوز. مرحبا بك. كنشكر جميع جماهير ديال شباب السوان من الرياضي، واخا كنعرفوا حنايا راه كنلعبوا بعيد عليهم. كنتمنى من الله انه ان شاء الله الملعب يتصلح في وقت مبكر باش 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 الجمهور يتمتع بالفريق ديالو في مدينه حد السوان. التقييم ديال المقابله كما كيعرف الجميع فتح النعاس باش حقوا واحد ثلاث نقاط. الحمد لله استقبلنا هدف مباغي، جات ضربه جزاء اللي ما حالفنا فيها الحظ. انتهينا في الشوط الاول من هازمين، دخلنا في الشوط الثاني رممنا بعض الصفوف. الحمد لله كما شاف الجميع فسجلنا هدفين متتاليين ودرنا 34 نقطه الحمد لله. غنعاودوا نحاولوا نسيروا المقابلات المتبقيه ان شاء الله باريحيه باش نكونوا في نهايه الموسم في مرتبه مشرفه للفريق ان شاء الله باذن الله. فكما كيعرف الجميع فسي محمد فهو راه غني على التعريف. الاول الفريق شباب محمدي عندنا تاريخ كبير، الحمد لله كانوا عازمين تما واحد حقوا واحد ثلاث نقاط، ولكن صدموا مع فريق حتى هو مرمم. الحمد لله دخلنا عازمين في الشوط الثاني باش حقوا واحد ثلاث نقاط وجاب الله التيسير الحمد لله. الرساله للجماهير في هذا الغياب، ماشي هو غياب وليد اليوم فهو غياب مستمر. كنتمنوا ان في المواسم القادمه ان شاء الله الجمهور يحاول يجي يساند الفريق ديالو، حيت الفريق ديالو محتاج ليه باكثريه اكثر من اي وقت ان شاء الله باذن الله. هو راه الهدف سجلوا صراحه كانت التمريره ديالي، كان تسجيل من مصطفى الصهد. صراحه كنا محتاجين الانتصار، عرفنا ان هذه المقابله مهمه. كان جاي الخصم شباب المحمديه كان جاي مرتاح كيحتل صراحه صفوف امنه. حنا الحمد لله كنا طامحين باننا نحقوا الفوز. كنشكر صراحه مجهود ديال اللاعبين، وصراحه كنهدي هذا الفوز للجماهير ديال فريق شباب السوان. وحنا صراحه احنا عرفنا فريق شباب المحمديه غيجي غيبغي يلعب الكره. صراحه تركنا مساحات حاولنا نستغلوهم وتمكنا من تسجيل هدفين. وكنتمنى من هذا المنبر ان الموسم القادم ان شاء الله يجيو يعاونوا الفريق ديالهم باش باش يحقق نتائج ايجابيه ويفرح الساكنه ديال السوان. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.